لأهم وآخر الأخبار الرياضية. شكرا للاستماع لنا وشكرا لثقتكم فينا. أكيد في البداية مستمعة الحقيقة أكيد عايشة العكيشي من بوسالم مستمعة وفية، تحية كبيرة لها للمستمعة هذه كما قلت من بوسالم. صالح العكيشي، صالح العكيشي سمحني غلطت في اسمك، وتحية كبيرة ليك. أكيد احنا كما عودناكم في برنامج كاب سبور لحظة بلحظة في كل الرياضات، طبعا نحكيه على رياضة التايكواندو، وخاصة لما نحكيه على كابون عندنا بطل تونس في رياضة التايكواندو اللي هو ابن الكابون ابن الميدا، هو بطل تونس. فخورين جدا انه اليوم يكون الى جانبنا قصي التومي كما قلت بطل تونس في رياضة التايكواندو. اهلا وسهلا بك قصي وان شاء الله مبروك. اهلا وسهلا، عايشك على كل حال. حبيت نشكر الدعم متاع العائلة متاعي ليا. أكيد تنجيو للعائلة، أكيد لتضحيات العائلة فردية. وخاصة ما فما شيء قصي يجيب السهلة. أكيد فما تدريبات، فما تضحيات، تضحيات منك أنت، تضحيات من العائلة، باش وصلنا للإنجاز هذا اللي هو بطولة تونس. نرجع نحكيه بأكثر تفاصيل على بطولة تونس، كيف صارت وقتاش دارت، وأكيد خاصة كما قلت الاستعدادات اللي سبقت البطولة هذه قصي. من صغري تغرمت برياضة التايكواندو. أكيد السيد الوالد كان سبب. أكيد تحية كبيرة لي حاضر معنا سي محمد تومي. تغرمت بشوي بشوي، عمنا ولو التجربة لي ما حلفنيش الحظ أني نكون بطل تونس. وصلت ربع النهائي بطولة وطنية، تأهلت لسفار كوريا، كأس فار كوريا، وأحرزت الميدالية الذهبية مركز الأول. سنين حطيتك في قلبي وخدمت من أول عام، ضحيت قراية وكل شيء والحمد لله لولا قراية ولولا وطنية في رياضة التايكواندو. وما جاء شيء بالسهل، تضحياتي الفردية وتضحيات المادية والمعنوية متاع عائلتي، وخاصة المدرب متاعي عفيف الجازي، نشكر على كل تحية كبيرة لي. ها وكو ان شاء الله ان شاء الله ميلاد ومستقبل بطل عالمي، ممكن حتى في الكوليس وقبل الموعد متاعنا هذا قصي كنا نحكيه وانا وياك، قلت لي ان شاء الله توا طموحي ان شاء الله العالميه. اكيد ما يجي شيء بالسهل، لكن توا خلينا في البطوله الوطنيه نحكيه على مستوى وطني. اكيد كما قلت الاستعدادات خاصه ولا الظروف اللي سبقت التتويج بالميداليه الذهبيه، اكيد ما فما شيء بالجاب الساهل، واكيد فما تضحيات. وخاصه انا نحب نسالك قصي على ظروف التدريبات. والله التدريبات كانت قاسيه شويه، نترينا الليله مؤخر، ماك تعرف قرايه كل شيء من 8 ل 6 نسق الوقت مع القرايه. اكيد تنسيق بين الوقت القرايه نوم راحه كل شيء. بشوي بشوي ما فماش معناها ديزاتليت كبار نترينا معاهم، كان الصديق الأقرب لي المدرب متاعي عفيف الجازي. كنا نترينو ديما مع بعضنا ليل نهار وقت ما جات الفرصة. وظروف التدريبات صعيبة والتتويج جاء، كانت حاضرة معي أختي سمر تومي. العفيف سيد المدرب غاب على ظروف خاصة. تحية ديما نحييه، تحية كبيرة لي تحية لأنه كبيرة. ما جاي شيء بالسهل، وأكيد جندي من جنود الخفاء. قصيرة ونحكيه على بطولة تونس، مش سهلة، مش سهلة بتبيع. بعد 5 مقابلات تربح الأولى الثانية، شت تضرب في الثالثة، شتيح مورال ستريس جوع نهار كامل من 8 ل 10 متاع الليل. ما جاي شيء بالسهل، أكيد ما يجي شيء بالسهل خاص. ومرة أخرى مبروك وقولوا لك قصي، وإن شاء الله أحنا من واجبنا لهنا ندعم قصي، وإن شاء الله قصي اللي هو ابن منطقة خليفة هكا قصي من معتمدية الميدا اللي قاعد يخطو بخطى ثابتة إن شاء الله كما قلنا للعالمية. في وسط الأسبوع قصي شفنا تكريم أيضا من والية نابل والمندوب الجهوي للرياضة السابق الحقيقة لأنه تحول الأريانا بنابل. أي صحيح، قاع تكريم من السيد معتمد بمعتمدية الميدا يوم 8 أود، زاد قاع تكريم السيد الوالي صباح ملاك به يعطيهم الصحة. لكن أنا نحب نقول لهم
ما نحبش ندخل قصي في الأمور هذه، قصي للتومي لأنه بطل ومنتشي بالتتويج هذا، لكن إن شاء الله نعرف قيمة الأبطال قبل لا يتوجوا بالميداليات، لأنه أنا متأكد أنه قصي للتومي في حاجة للدعم، سوى الدعم المعنوي سوى الدعم المادي، إن شاء الله نتفكروه قبل التتويجات، لأنه أنا متأكد أنه قصي للتومي مازال مش يتوج إن شاء الله في المستقبل، ولما لا العالمية قصي هكا ولا؟ إن شاء الله بطل عربي فأفريقي فعالمي فأولمبي أولمبياد. الخدمة أكيد أكيد خدمة، ما يجي شيء كان بالخدمة، خدمة 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 به ناخذ كلمة وهبي. قصي عنا برشا بطل الحمد لله اليوم، قصي اللي هو حاضر معنا نقطة لحاجتي بها الآن، احنا رانا باش نعطيه كل واحد حقه، رانا إذاعة جهوي دونك نحكيه على بطل وطني، بطل تونسي، بطل تونس من الكابون. قلت لك الحمد لله اللي معنا اليوم قصي اللي اليوم ما نقولوش عطينا حق والا، لكن خذل الحاجة اللي يستحقها انه يكون موجود لهنا، لانه بكل بساطة لانه يستحق انه يكون موجود لهنا، لانه بطل كيما قصي فما برشا. قصي اليوم تعب وسهر الليالي، وخاصة انه كيما قلت محمد انه من ولاية نابل من الكابون من هنايا عنا برشا ابطال من هنايا نستناو، ما نقعدوش نستناو كمثلا كيما الولاية ولا اي شخص مسؤول يقعد يستنى لما يتوج. اليوم قصي تكريم اللي خذاه يستحقه اللي ان شاء الله يكمل في الخدمة متاعه. تكريم هذا حاجة واجبة كسلطة جهوية او سلطة محلية او سلطة مركزية، راه واجب انك تكرم بطل تونس اللي هو ابن الكابون ابن ولاية نابل، لكن التكريم هذا والدعم المادي والمعنوي للابطال ذوما زاد يستحقوا دعم قبل التتويجات، لانه عنا برشا ابطال ما تمش دعمهم ومشاو الابطال ذوما فعلا مشاو. احنا عنا اليوم قصي التومي، قصي اللي بالحق حسب ما التمسته من كلام قصي انه عنده مشاريع مستقبلية، ان شاء الله يكون فما دعم مادي وان شاء الله يكون فما دعم معنوي للرياضة للرياضيين القصي التومي اللي هو بطل تونس. قصي حتى نأكد لكم بالرغبة اللي وبالطريقة اللي يحكي بها اللي هي وراها برشا رغبة وبرشا ثقة في النفس انه بإذن الله باش يوصل حتى لو كان ملقاش دعم، على ذلك نتمناه انه نلقاو الدعم باش قصي ينجم يربح برشا خطوات كاكا، ينجم يربح برشا وقت باش يوصل يحقق الحلم متاعه اللي هو في الاخر راهو ابطالنا وقت اللي يوصلوا ينجحوا شنية الفرحة اللي ترجعنا علينا حتى نحنا اللي نكونوا ما نعرفوهمش، لكن بعد ما ينجحوا نكتشفوهم ان شاء الله يجي الدعم المادي والمعنوي. حتى رجال الاعمال وهبي ولا المستشهرين في ولاية نابل ما يصيرش نحطوا فلوسنا على الرياضيين هذوما على الرياضات الفردية. قصي صديقي المال قوام الاعمال، هذا حاجة ضرورية جدا. باش تتدرب يلزمك ظروف تدريبات خاص، باش تاكل يلزمك ماكلة سبيسيال، هذا هو الرياضي كيفاش يعيش. لاقي صعوبات شوية صعوبات شوية بالأخص انه نحن تابعين الملعب الرياضي الميدا، قايدين باسم الملعب الرياضي الميدا واللي ما نلقوا حتى دعم توكيف كنفسي تو. البطولة الوطنية مشيت لها وحدي، الميزان مشيت من مالك الخاص، مالي الخاص نقل السيد الوالد يعطي الصحة سي محمد التومي يعطي الصحة، من ماله الخاص تنقلات مصاريفك الكل من المال الخاص، كل من المال الخاص. هاوكا علاش انا حكيت على التكريم هذا، حكيته للسيدة الوالية التكريم هذا، قلت لها راني نتنقل من مالي الخاص؟ لا ولا هذا هو. ان شاء الله يعرفوا قيمة الرياضي، ان شاء الله يعرفوا قيمتك قصي، وهيت نحكيوا شوية على مشاريعك المستقبلية. علي المديني ميساج حضرنا اغنية القصي التومي نختموا بها في الختام. قصي عندكش أغنية تحب تسمعها في الختام؟ في الختام أغنى عالتايكواندو ميسي أشتو علي المديني يجتهد ويحضرنا أغنية نختموا بها حستنا، لكن قبل هذا نحكيه على مشاريعك المستقبلية وأهدافك في المستقبل. المشاريع والأهداف لا تحصى ولا تعد كثيرة هي. إن شاء الله خطوة أولى تو كل شيء في جديد، ما عادش نخمم إنها بطولة جهوية. إن شاء الله بطولة كعربية فأفريقية فعالمية فأولمبية، أولمبيات 2028 به لوس أنجلوس به. إن شاء الله والله إن شاء الله نأخذ قدوتنا خليل جندوبي في رأس القطوسي. ولا خليل احنا كنا مش نجيو الخليل. كنت مش نسألك شكون قدوتك في رياضة التايكواندو
اكيد مش تقولي خليل جندوب. اكيد قدوة الناس كل قدوة العالم طبعا. قديش عمرك انت قصي؟ 17 سنه. معناتها مازال المستقبل امامك. مازال المشوار طويل، واكيد ان شاء الله في المواعيد القادمه، وان شاء الله نشوفوا قصي متوج عالميا كما قلت. رايك في خليل جندوبي؟ تعب ولقى. خليل جندوبي رو مصنف اول عالميا، اول عالميا، اولمبيا، عربيا، افريقيا. تعب وخدم وصل ضحى بالباك بتاعه باش تحصل على اولمبياد 2020. ان شاء الله باش يحرز ذهبية 2024 وكذا دورات. واضح، وانت اكيد ان شاء الله على خطى خليل جندوبي. ان شاء الله نشوفه بطل عالمي واولمبي يكون ابن الكابون. وهبي تعليقك. وهبي كما قلت لك محمد، هذا تشريف لنا احنا اولا انه هو من الكابون، انه يمثل الجهه هذه اولا، ثانيا انه في تونس فما ابطال كي من هكايا، وان شاء الله كما ما قال انه خليل الجندوبي اليوم وصل، قصي نجم يوصل، وقصي عنده العزيمه وعنده ثقه وعنده الامكانيات، ومازال يخدم انه يدفع من جيبه، وراه عائله كامله واقفه معاه، انه يمشي كما قال يوصل، يدفع من جيبه فلوس ويتعب، ويعني قدم تضحيات لازم يقدمهم كلك باش يوصل لحق الانجازات. ان شاء الله كل توفيق للقصي، وان شاء الله نهار من النهارات يعود يرجع لنا قصي ميداليه اولمبيه، ويكون هو بطل العالم، وعلاش لا ما يكونش نمر واحد في العالم. انا ثقتي كبيره في قصي التومي، ان شاء الله مش يرجع لنا بالميداليات سواء الاولمبيه او العالميه او المستوى عربي او مستوى افريقي، لكن بالله يا سلطة جهوية، سلطة محلية، سلطة مركزية، كل المسؤولين بالله شوية دعم، لأنه راو الأبطال ذوما يستحقوا الدعم. أنا عودتها ثلاثة مرات ومزلت نكررها، لأنه متأكد ما الأبطال راو كما قلت لك خليل، المال قوام الأعمال، منجمش يكون بطل أولمبي بطل عالمي بدون دعم. دونك حاولوا ندعموا البطل هذا، البطل الوطني، واللي مش يكون ان شاء الله في المستقبل بطل عالمي واولمبي. تشيلسي ليفربول. وهبي، مباراة انتهت 1-1 بالتعادل، قمة كانت في قمة المستوى. الجولة الأولى في البريمير ليج، انتصار سيتي في الجولة ذي، انتصار أرسنال، اليوم تعادل تشيلسي وليفربول، وغدوة مانشستر يونايتد يلعب 8 متاع الليل. في الدوري الإسباني بسرعة محمد، البارح ريال مدريد انتصر 2-0، اليوم برشلونة يلعب 8:30، وفي ألمانيا بايرن ميونخ فشل في تحقيق كأس سوبر الألماني، هاري كين اللي انتقل من توتنهام البايرن ميونخ، يبدو أن المشكلة مش في توتنهام اللي هو محق حتى إنجاز، يبدو أن المشكلة في هاري كين اللي مع منتخب إنجلترا ومع توتنهام، وحاليا في أول مباراة مع بايرن ميونخ محقق حتى إنجاز. والنصر السعودي أيضا يتوج بالكأس الملك سلمان بسرعة كريستيانو رونالدو كما قلت هو أفضل حاسم في تاريخ اللعبة، سجل 2 أهداف البارح بورقة حمراء، النصر السعودي حق لقب كأس العرب، البطولة هذه اللي شاركنا فيها الفرق التوانسي متاعنا، شاركنا وروحنا فقط. واضح. وابي قصي التومي، الحقيقة كنا سعداء جدا، أول حاجة بالتتويج هذا، ثاني حاجة أنه ابن الكابون ابن الميدا يتوج بالبطولة، أكيد يتوج بالميدالية الذهبية وطنيا، أكيد أيضا لوجودك معنا اليوم في برنامج كاب سبور، وإن شاء الله قصي المستقبل أمامك. ومن جديد بالله نحب تحية خاصة وخاصة جدا لزوز من الناس، المدرب قصي التومي، وتحية أخرى أيضا لوالد قصي التومي سي محمد التومي، اللي حقيقة شرفنا اليوم بحضوره معنا، واللي أنا متأكد ما نعرفش محمد التومي، لكن متأكد أنه إنسان ضحى برشا باش اليوم كان معنا قصي التومي بطل تونس في رياضة التايكواندو. خلي كلمة الختام قصي. نشكر المدرب. خذ راحتك. نشكر المدرب متاعي، العائلة، أصحابي زادة على الدعم المعنوي، الليكيب متاع كاب سبور، مرحبا تحديد سي محمد الدريدي، وأختك ما ننسوهاش، أختي الدعم الأول هذيك، هي اللي كانت معي بطولة كاملة وكبت الأحداث، وحتى مثلا حتى في شربة ماء هي كانت معي الأول. العائلة كلها إن شاء الله، وأكيد أيضا الأسرة هي النواة الأولى اللي تولدوا منها الأبطال. إن شاء الله نشوفوك في أعلى المراتب، إن شاء الله ديما نشوفوك في المنصات التتويج قصي، وبالحق فرحان برشا بوجودك معاي، وإن شاء الله توعدنا أنه في المستقبل فما عودة أخرى لراديو كابا فيم، وتكون فيها متوج قصي تومي. أكيد
نطمح الأولمبياد 2028 في أمريكا لوس أنجلوس، قدرة ربي نكون لهنا إن شاء الله إن شاء الله. ومشكور جدا قصي التومي على حضورك معنا اليوم في برنامج كاب سبور، وهبي هويسة توعدنا أنك في المستقبل تكون موجود معنا في كاب سبور متوج. أسد العالمية إن شاء الله، وبالتوفيق القصي إن شاء الله ربي يوفقه يوصل لإحقاق الحلم متاعه إن شاء الله يكون نحقق أحلامنا. واضح. نعود نفكر أيضا وهبي هويسة، الإجازة الصيفية متاعك تنطلق الأسبوع القادم، إجازة عفوا بأسبوعان تكون لك الإجازة متاعك، وعودة وليد بن حاحة دلي بن حمودة للتحاليل الفنية العمالقة الجهاب مع عودة برنامج استاد الكاب. مشكور جدا وهبي على حضورك معنا طيلة الصيف هذه في برنامج كاب سبور. شكرا لك محمد، وشكرا للناس اللي تسمع فينا كليكا. كما ما قلنا في بداية الحصة إن شاء الله نكونوا خفيف ظل، وإن شاء الله نكونوا قدمنا الإضافة والحاجة اللي يحبوا يسمعوها المستمعين، وقدمنا كما نقولوا انفعنا المستمعين خاصة في مجال كرة القدم والرياضة عموما. واضح وهبي هويسة، ومشكور جدا أيضا مرة أخرى قصي التومي، والد قصي التومي سي محمد التومي أيضا أخته على حضورهم معنا اليوم في برنامج كاب سبور. أكيد احنا هيك نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من برنامج كاب سبور، ملتقانا وإياكم الأسبوع القادم مع ضيوف جديدة ومحاور جديدة. من هوني الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وامتعها على راديو كاب اف ام، وإلى اللقاء.